كيف تتكون الأعاصير؟ الأعاصير هي عواصف هائلة الحجم تبدأ صغيرة جداً، ففي إعصار كاترين الذي دمر نيو أورليانز بلغت سرعة الرياح المعاكسة 130 ميلاً في الساعة، ومعظم الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة تبدأ باضطرابات جوية بسيطة قبالة سواحل أفريقيا، فكيف يتحول تقلب طفيف في الجو إلى عاصفة مدمرة؟ يحدث هذا على ثلاث مراحل. أولاً، يتصاعد الهواء الدافئ وبخار الماء من سطح المحيط مكونين سحابة صغيرة، وحين يتكاثف بخار الماء متحولاً إلى أمطار تنبعث منه حرارة، وهذه الحرارة بدورها تكون مزيداً من الهواء الدافئ الذي يتصاعد أكثر ويكون سحباً رعدية تأخذ في التضاعف. بعد ذلك تجتاح العاصفة الرعدية موجة ضغط منخفض قريبة من سطح المحيط، فتنجذب الرياح التي تهب بالقرب من سطح المحيط إلى مركز العاصفة الرعدية. تشكل الرياح تيارات هوائية صاعدة قوية تسحب الرطوبة معها إلى أعلى، ثم تزداد العاصفة الرعدية حتى تصل إلى حجم هائل، وتبدأ في الدوران عكس اتجاه عقارب الساعة تحت تأثير دوران الأرض. وأخيراً، وبينما يشتد الدوران، تمتص العاصفة مزيداً من الهواء الدافئ والرطوبة. تتخذ العاصفة التي أصبحت هائلة الآن شكل عين، وهي قناة ضغط منخفض في مركز الكتلة الدوارة. وفور تشكل العين تتحول العاصفة إلى إعصار عنيف يتحرك في صورة دائرية وتنهمر منه الأمطار بغزارة. وعندما يصل الإعصار إلى أقصى حجم له، توجه رياح عاتية في طبقات الجو العليا العاصفة في مسارها النهائي، ربما تسوقها نحوك، لكن نأمل ألا يحدث هذا. وبالمناسبة، كلمات إعصار وإعصار حلزوني وتيفون تدل جميعا على الشيء نفسه، فهي كلمات مختلفة تستخدم في أجزاء مختلفة من العالم للإشارة إلى النوع نفسه من العواصف، وهو نوع عنيف بحق. للمزيد من الفيديوهات العلمية تابعونا على قناة لآلئ تي في.